عاش ايدك. انت هي اللي هذه الخطه يا مرتا. سؤال 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 سؤال. نعم. ايش قد المده؟ التاخير صار بالتصليح. على عيني وعلى راسي. ايش قد انت على مود اخواننا سائقي؟ 3 شهور. من 29 نعم 2024. نعم. واحنا اليوم ايش قد؟ واحنا بشهر السابع. قدم على بالنسبه للمواطن. نعم. يعني قبل قمر قلنا 3 شهور. نعم. وهي الماده القانونيه شهر 1. نعم. اغلب المواطنين نعم 100% اللي جانا الحاسب ما عرف احسب موقع. نعم. يقول قبل قمر قلنا 3 شهور. نعم. صاحب مجال السيارات. هسه احنا بعيدا عن النقاش بس هرد اوضح لك شغله. انا اكيد احنا واجبنا هو خدمتكم وتسجيل المركبات واجازات السياقه، هذا فشيء صالحكم، صح لو انا غلطانه؟ كاجراءات مديريه المرور العامه اليوم راح تتوكل وراح تشوف الاجراءات ايش قد سريعه. لكن احنا نريد نوجه الى اخواننا سائقي المركبات اللي يتاخرون ب تسجيل الدراجة عفوا المركبات، نصيحتك لهم. والله النصيحة اللي تأخرت. صح؟ صح. عبد ما يعرض نفسه. بس مرات تصير عرقلة بالتصليح، يصير تأخير يعني مو ظروف تصير يعني مو كذا. ما يخالف، بس إن شاء الله إحنا نقول لهم إنه يكون التزام أكثر على مود يجنبون نفسهم المخالفة. أنا أتمنى لك كل الصحة والسلامة، توكل للمديرية وراح يرافقك أحد إخواننا لتسجيل مركبة. شكرا. توكل على الله.